عايزين بقى برضو ايه قبل ما الكلام ياخدنا برضو نشوف ايه الاجواء من وجهه نظرك بالنسبه للسوبر الافريقي، ومين الاكثر استعدادا سواء كان بدنيا او نفسيا، احنا ولا الرجاء؟ يعني تقريبا الاستعدادات متساويه. طبعا كاس العرب جت في النص كده، فطبعا الانديه كل نادي خسر بعض لعبته كده عشان خاطر البطوله، ولكن نقدر نقول ان الاهلي عموما هذا الموسم يعني افضل من ناحيه الصفقات، افضل من ناحيه النتائج. الرجاء يمكن كان عنده بعض المشاكل في على مدار يعني الموسم او الفتره الاخيره، وبرده استغنى عن بعض اللاعبين طبعا ابرزهم رحيمي لما راح الامارات، لكن تبقى هي مباراه كبيره ما بين بطل دوري ابطال افريقيا وبطل الكونفدراليه. الرجاء نادي صاحب تاريخ، اكيد عندهم فلسفه معينه، اكيد هيبقى حابب ان هو يضيف لقب قاري جديد طبعا. لكن النادي الاهلي دوافعه طبعا اكبر، فكره ان دلوقتي اللقب رقم 24 ده حاجه مهمه جدا تسويقيا ومعنويا، وحته النادي الاكثر نجاحا في العالم دي لما الاهلي قدر في 2014 ان هو ياخد اللقب ده من ميلان اللي هو اصلا يعني صناعه طبعا اوروبيه زي ما بنقول كده ميلان، فكان حاجه جميله جدا وتسويقيا حتى بتعمل رواج جامد جدا، فده حاجه كويسه. دايما الناس بتربط الاهلي بيقرب من ريال مدريد الاهلي وهكذا، مع ان ريال مدريد اوروبيا نتمنى ان هو يخرج بدري بدري ان شاء الله في الفتره اللي جايه يعني، فدي كلها امور جيده. كمان بتبعد بقى اللقب العاشر في السوبر الافريقي، يعني انت فرق الضعف عن عفوا اللقب الثامن، انت فرق الضعف عن نادي الزمالك لو 4 ألقاب، بعد كده مازيمبي 3 ألقاب، بتبعد بتصنيفك الافريقي حاجات كتيره جدا، كمان معنويا للعيبه ان هي لما ترجع تاخد بطوله قبل الدوري، وبعدين هيبقى في ماتشين لو بطوله افريقيا اتلعبت فخلاص، فكل دي معنويا بتبقى جيده وللنادي وكل حاجه قبل كاس العالم للانديه. فان شاء الله يعني نتمنى ان النادي الاهلي يكون في حالته، نستغل الارض الجميله في الملاعب الجميله في قطر، جمهور يعني تقريبا جمهور الاهلي حجز كل التذاكر بتاعت المخصصه يعني جمهور الاهلي، وارد يتم طرح تذاكر اخرى لجماهير الاهلي، فكل دي هتبقى عوامل ان شاء الله ان شاء الله تساهم وتسهل ان الاهلي يبقى هو بطل السوبر يا رب. بس عوده الجماهير دي حاجه اكثر من رائعه، نتمنى كمان احنا عندنا دلوقتي بدا تدريجيا، بس نتمنى نرجع نشوف المشهد الحقيقي بتاع الجمهور وهو مالي يعني المدرجات. دي حاجه اعتقد بتسعدنا وبتسعد اللعيبه، يعني روح اللعيبه اصلا نفسهم بتختلف، فكره هنا التشجيع حاجه بص مش هتتعوض طبعا. شفنا المطار نفسه الناس وهي موجوده اللعيبه واقفه، مشهد كان جميل بصراحه، بتتفرج على الجمهور وبتسمع الهتافات، فنتمنى طبعا في مصر ان الاعداد تبقى اكبر، ولكن حاليا لو قطر وبعد كده ان شاء الله لما النادي الاهلي يروح الامارات ولسه اوضاع مختلفه يعني طبعا.